جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والازدهار.